أيضا مشاهدينا، برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أقيم اليوم حفل تخريج 211 مجندة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون. زميلنا مبارك الكويكبي نقل لنا أجواء هذا الاحتفال، خلونا نشوف. احتفلنا اليوم برعاية سعادة مدير عام السجون بتخريج دورة الفرد الأساسي الثالثة لمنسوبات مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون. تلقى الخريجات خلال هذه الدورة العديد من العلوم والمعارف العسكرية والأمنية، والتي ستنعكس بإذن الله تعالى على جودة الأداء والانضباط العسكري في ميادين العمل. العامة للسجون تؤمن بقدرات المرأة السعودية في حفظ الأمن والمشاركة الفعالة في بناء الوطن. كلمات الفخر لا تفيكم حقكم، يعني الأمانة يعني بنت سعودية أنا فخورة جدا جدا جدا، وكلنا فخورين فيكم. نتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله يعني نشوفهم من هذه إلى أفضل. وهذا العشم وهذا اللي إحنا دائما نشوفه، هذا اللي عودونا عليه شبابنا وبناتنا، فخورين جدا. شكرا مبارك على هذا التقرير. مشاهدينا نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم.